ما بننطر المناسبات والأعياد كرمال نشتري تياب، خصوصة أنه بهذا الوقت بيكون في كتير ضغط وعجقة والأسعار بتكون أغلى. بالأعياد العالم تكون معجوقة راح تشتري تيابها، بينما أنا بكون شريتهم من زمان وموفرة حالي عجقة السوق، وأهم شيء أنه بكون شريتهم بأحلى أسعار. بهذا الوقت أنا بكون عم بعمل المعمول بالبيت. أنا ما بحب جيب حلويات وكيك من برا لأنه بحسه بالبيت بيطلع أنظف وأطيب. حتى بغير العيد لما أروح عند رفقاتي أو قرايبين يكون عندهم مناسبات صاروا ينطروا الكيك اللي أنا بعمله لأنه بيعتبروه كتير طيب. من فترة شجعوني أفتح بيج أونلاين على الفيسبوك والإنستغرام نزل فيها صور الكيك والكوكيز اللي أنا بعمله، وبهالطريقة صرت قادرة أطلع أكسترا ماني حسن فيه وضعنا المالي. ست البيت إدارتها وشطارتها هن الأساس ليخلوا العائلة تعيش عقد حالة ومع الوقت تتطور.